بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. أما بعد، أعجرنا كتابك القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، فصل كأفراد، وحفجرنا مثال من هذا أفرية ابناد. شيخ حراء، المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. آيات سوحة لسا أرور شيء ذاتك أهل تأويل كواهي لها آيات أنا أكلوا تأويل لسان ومعناها كظاهرة أي معنى أنا هينا توفى سرطان سيدي عدل الله رأو صمح نيب لو ميل بو كتاوي لساني الى هذين ومد كوباد وحويان وحال يري ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله هو اديك كلهم مبايعون يا نبي محمد بيعة الرضوان تحت الشجرة كو كلهم مبايعون يا وحي لم مبايعون يا الهي انما يبايعون الله الهي اي لم مبايعون يا لا بايعتم يا مدك لو حال يري إلى هذين يد الله فوق أيديهم جعنت إلهي وكسر إذا مرقوا حيرا حقيقة جرت وحي أهيد نبي محمد اللي مبايعون إيان أيضا وحي الشكتين إلهي اللي مبايعون إيان مركادونكو هدو واحد أران دونتان نبي محمد اللي مبايعون إيان وآيد يتاوين دونتان ومد الله بعد يد الله فوق أيديهم وحكالاتكو فسر إذا لبضع سيئ أي إلى هذين مركاد جوابتي وحين نغتينا لتأويل وسلان سوى صعتا شيخه يرى الجواب جوابته هويا أن يقال إن لي رهده هذه الآية آيادا تضمنت وحي كوبستي جملتين لبا جملة كجرته الجملة الأولى جملة كوبات وحويا قوله تعالى إلهي أراهي سؤيري إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله هو أذيه كل مبايعون يعهدك كل قليا يبلنت إلهي يبلن لك قليا شيخ وحي المركة وقد أخذ أهل السنة أهل السنة وحي قاتين يعني بظاهرها أيضا ظاهر كذلك قاتين أي ماني تأويل وحقيقتها هي حقيقة ذا وهي آيات صريحة وحي كعدها صريحة وحي كعدها في أن الصحابة رضي الله عنهم صحابة كانوا إن هايين يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال لبا يعتمي نفسه نفسه هانتيس نبي قال لبا يعودين كما في قوله تعالى سيد إلهي قولك سكجرته لقد رضي الله إلهي وحكرا لنقضي عن المؤمنين كوي مؤمنين تها إذ يبايعونك مركا كلهم مبايعون ين تحت الشجرة جيتك وستيسا مركا آيادو هاي عادي ذي النبي محمد بيعادو أي كرد عادي يا صحابة ده حدود سيد وكلا إسلا قيبتان آيادان هذا عن صامرني واكو عادي أوحا ليري إن الذين يبايعونك هو أذيك كل مبايعون يا ليل مركا آيادة وحا كوعد النبي محمد بيعاد يا صحابة دي سلح ذو ذكاد عضي شيخ حير ولا يمكن قف سورة قل أماءها لأحد قف سورة قل أماءها أن يفهم إنه كفهم من قوله تعالى إلهي قول كيسة إنما يبايعون الله إنه كفهم آيادة أنهم يبايعون الله نفسه إلهي نفسه هانتي سنة توسوا لمبايعون يين لغا فهم ما يو ولا ان يدعي من صوره قال اهن انه قفشيكته ان ذلك ارنتاس اني تاي ظاهر اللفظ لفظي ظاهر كيس اني تاي ظاهر اللفظ لفظي ظاهر كيس اني تاي قف ما شيغان كرو لمنافاته الاول طابطه وحي ديده اذا عيد قيبتي ظهر ديده اذا لمنافاته الاول لمنافاته لاول الايه صابطه وحي ديده اذا عيد قيبتي اذا بلوغه والواقع حقيقة جرتا يسيد عضينا وحويا استحالته إنه مستحيل كتاي في حق الله تعالى إلى حقيسة إنه قفقف دتك أولم بايعوضي وإسو سلامي وبلانتك قاضي هذا مستحيل واي ما ندعنا ماشي كمدعين مالك آيادا يا آيادا كدن بايا وحي الشيغان آيادا يا آيادا كدن بايا وحي الشيغان آيادا وسورة سورة الفتح آيات إذا تبناد آيات أس وطبان
يا آيات سديد يتبنات ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك لبضوا وحي النص قريان صحابة أن النبي لم يبايعون انت أصل النص قريان ومدى أن هذا عند الجبنة تبنات وحي كل نص قريان بلو قيد إن الذين يبايعونك كوا أذيك كل مبايعون يا آلي آيات سديد يتبنات وحي تري لقد رضي الله عن المؤمنين عن المؤمنين إذ يبايعونك إلهي مؤمنين ترالي وكان كأها وقت جاي أذيع كل المبايعون يين أنت سدان سلف هني وحصاها ري ماشي كل دجين آية دعاءه إنما يبايعون الله هاي قيبت أسمع وحي كو عد هاي إن ستوص إلهي أي أولا مبايعون يين وحلا نوامي شيخ غير صورة قال ما أهن إنو قفيرة هذا وحن كفهم إلهي توص أولا مبايعون يين صوبتا أهدي أنت تلقى فهم لها آية إسبرين إذا سوماهن أيضا قيبنا وحي لهذا النبي محمد الله لم يبايع عوضي قيبنا وحي لهذا مية إلهي الله لم يبايع عوضي مركز سيدة أسماءها هذا معنيه إذا صح ذا هي محوية معنيه إذا صح ذا هي محوية شيخ وحير وإنما جعل الله إلهي وحي علي تعالى أسقى سريه مبايعة الرسول النبي المبايعة اللي لقى لي صلى الله عليه وسلم أيوه كدق مبايعة له بيع أسقى اللي لقى لي أيوه كمد لقي ويعادي النبي محمد للا قالي أيوه هو كمد رغي مد إلهي للا قالي أيوه كمد رغي صابته وامحي وهي لأنه رسوله صابته والرسول كيسي وإلهي إساقه أدر صديش قدان والرسول لصادر ويه وقد بايع الصحابة الصحابة وحي كل مبايع وذين على الجهاد إنه يؤدق اللمان في سبيل الله تعالى إلهي جد كيسا إنه يؤدق اللمان أي كل مبايع وذين ومبايعة الرسول رسولك إن لقل بايعتمه على الجهاد جهادك في سبيل من أرسله جيتك أحد كيسودري كدقال لنك إن لقل مبايعتماهي ومبايعة لبايعت لبايعتمه لمن أرسله أحد كيسودري مركب مباشر ما هنه وواسطه نبي محمد الله مبايعوذي هرت واسطه صلى الله مبايعوذي مركب مبايعة لاسا إلهي وهو كدقي mid sagala mubaayacooday oo kale sababtuna waxay tahay deenay maxamed ilaahay isaga soo dirsaday waa koow waa mid labaad shayga lagu mubaayacoonayaa wuxuu yahayba in ilaahay dirtiis loo dagaalamo marka intaas awgeed ayaa waxa looga mid dhigay bayacadi nabi maxamed lala galay ayaa waxa laga mid dhigay mid ilaahay lala galay oo kale marka qofka fahmaya ma jiro bayacadan ilaahay toos loo galay ahad ka fahmaya intaas ma jiro waxaan ka fahmaynaa bayacada nabi maxamed ee toos loola galay laakiin bayacadani waa bayaca ilaahay nabi maxamed u soo dirsaday oo u dhiganta mid ilaahay lala mubaayacooday nabi maxamed toos ilaahay u soo dirsaday bayacu naga qaaday bayacadaasna ilaahay u soo dirsaday ilaahay dartiisana ula galnay jihadka ilaahay dartiisana ayaan u galnay marka waxay ka dhigan tahay bayaca ilaahay lala galay oo ilaahay isaga ka amal marinaya waxayna ku sharfan tahay inuu ilaahay sare u qaaday oo asagu isku tiiriyey marka waa sharfid baycada la sharfaayo ee ma ahan in laga hadlaayo baycada horta yaa riday siday u dhacday laga hadli maayo yaa riday hadii macnaheedu tahay ayadu way sheegtay waxay tiri inna alladhina yubaayicuunaka kuwa baycada kula galaayey alihi mar nabi maxamed lala galay laakiin sharfideedii waxaa laga dhigayay amaalmarinteedii in ilaahay lala galay oo kale inay ka dhigan tahay siyaasa laga dhigay marka ilaahay wuxuu yiri inna alladheena kuwa yubaayicuunaka adiga kula bayactamay oo adiga baycada kula galay waaba saasay u dhacday baycadii marka innamaa yubaayicuuna allah kuwaas ilaahay la bayactameen waxa loola jeedaa baycadaasi waxay u sharfan tahay inay u dhiganta mid ilaahay lala galay sababtoo ah nabi maxamed lala galay oo ilaahay soo dirsaday jidka ilaahay ayaana lagu galay marka sheekhu wuxuu yiri laa yumkinu suragal uma ahanin li ahadin qof أن يفهم إنه كفهم من قوله تعالى إلهي أراهديس إنما يبايعون الله فيبتعس أنهم يبايعون الله نفسه إلهي ستوص إنه لم يبايعون يين وفكما فهم كراء يدا ولا أن يدعي إنه شاكتن أمأها إن ذلك ظاهر اللفظ أرهنتعس إن اللفظ ظاهر كيسا تعي صوبت أه لمنافاته لأول الآية صوبت أدان سياس أران لهين آية باللو قيدي إسديدي لهايين ayadun isdiidi maydu bilowgeed dhamaadkeedu ma isdiidayaan wal waaqi'u xaqiiqada jirtana waxa weeyaan in aayadu isdiido
استحالته في حق الله تعالى والواقع لف تجرتا وحويان استحالته إني مستحيل تهي إني آيد إسجد في حق الله تعالى إلهي حق إيسا إلهي الله في ريو كلام وكهد لي وكلمة ديسا إيه أول كذا إيو دمات كذين إسجدان ومستحيل سورة قل ماهن هذا هو معنه هو محي وحير وإنما جعل الله تعالى إلهي وحكي لي أنا ظاهر كآيدان وإنما يبايعون الله هو محي وحير إنما جعل الله تعالى إلهي وحكي لمبايعة الرسول رسولك بيع عدل لقى صلى الله عليه وسلم مبايعة له بيع أسجل لقى جلي وكلو كدي بيع أسجل لقى جلي وكلو كدي لأنه رسوله صابت وامتك صادر صدق وقد بايع الصحابة على الجهاد صحابة روحي كل بايع تمن إن يؤد قال لمن في سبيل الله إلهي جد كيسة مركوها أحد كصادر صدينا والله متك جد كيسة الجد قال لما يانا والله سلاس مرك اللي إلهي لم بايع تمن ولما جيده إن يستوص إلهي ولا بايع تمن والنبي قال ستوص ولا بايع تمن وما بايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد النبي قال جهاد الغلا بايع تمنا في سبيل من أرسله جهاد كاس الغد قال لما يو كي صادر سدي جيت كيسا ومبايعة لمن أرسله بايع الله لقى لي أحد كي صادر سدي ويان حقيقة واسدة لكن واسدة النبي محمد وها صلى الله عليه وسلم لأنه رسوله المبلغ عنه صابت ورسولك إلهي كسو قارسيني وإلهي كسو قذبيني مركواس آيات داني وحي نوشيق إذا إن بيع هذا النبي محمد للقري صلى الله عليه وسلم سي مباشر أهو توصى لكن معنيه ذو أي تابع إلهي للقري صابت إلهي صادر سي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أهن ظاهرك أيقو أي شيكتين أو أه إن آيات ظاهرك يذو يهي إن إلهي توص بيع الله للقري سيدا سماهن كما أن طاعة الرسول سيدنا النبي طاعة يسوع أتهي طاعة لمن أرسله طاعة الأطيع أحد صادر الصديق وواتي عيد القرآن كهتري وابكي أنا مشيخ لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله أحد رسولك أطيعه إلهي بو أطيعي أحد رسولك أطيعه إلهي بو أطيعي صابت إلهي سيدنا صادر الصديق ساسوك لأولي عن تامرك أيضا ظاهر كذن واسداس مركوح أيوه خص بيان يماشي للحين أيان وقرت وجبين أيان ما أهن إن كعرفني أنت معنا قل هذا نصب بحي أن كعرفنا تأويلنا نقدر يجي أنا يجي لكن لو كما عارينه معني ظاهر كهفسد أنا خفسرنا أهبا ظاهر كأيوه شيء جيانا وح ماشي كجرا ما أهن ماشي كجرا ما أهن شيخ مركوح هو في إضافة مبايعتهم الرسول بيعدوا ذي أي لقى لين رسولك إن لا إضافة يو الله تيريو إلى الله إلهي تعالى سقى سريه ومن تشريف النبي صلى الله عليه وسلم شرف النبي قال شرف عيوية إن لا إله بيع عدد نبي محمد لقى الشين ومن إلهي اللي لقى لي وشرف النبي قال شرف عيوية وكو يو تأييده قرب سين لقرب سين يو الحجين يو وتأكيد هذه المبايعة يو أتكين بيع عدد سل أتكين يو وليه اسكجر هبورننا بيعادة اسم الله بروك رماها ومد إلهي للقى لي مركة أتكين لأتكين أيوه يو عظمها وين كذي كنت سنة إذا يوه ورفع شأن المبايعين إن سر الله قاضوه شأن يكوي بيعادة اسم الله ما هو ظاهر انت ها وحيري وحكو جراء انت أصلا شرفت يوين انت يأتكين انت ما هو شيء سقب ظاهر مد اسكم موغضة ولا يخفى على أحد إن أحد أنك قرصانين لأنه مركة وفي إضافة مبايعتهم الرسول تيرين تلو تيري بعضا إلقى لين رسولك إلى الله لو تيري إلهي تعالى سقى سرية وحا كجرتوي في إذا معناها وحا كجرته من تشريف النبي شرف دا نبي الله شرفه يو تأييده وينين أتكين تقرب سيو الله أتكيه يو توكيد هذه المبايعة بعضا سولة تأكيدي وعظمها يوين كذا يو رفع شأن المبايعين هو لما لبا يعتبر نبي الشأن يقول إن سر الله قاضه وحكو جرما شيء هو أسق وظاهر أسكم موقضة ولا يخفى على أحد إن أحد أنك قرصوني مركا وراهد إلهي أوير إنما يبايعون الله وحالو لجي ذي شرفد إيوه قرب سين نبي قال قرب سين آي إيوه سيدو كلا إلا شرف آي ددك بي عداس قلا إيه لو لجي ذا إيه لو لمجي ذو إنا آيادو إسبورين إذا أمرنا لليه نبي محمد التوصل أقشين مرنا لليه إلهي باتوصل أقشين سيدا اسمعهم
تاس مركز سياسة وجوابني تأويل كي شاقان إن أن تأويلين ما شكو مجيرو ما تأويلين إيه ظاهر كي ديان كفصرنا ووها نري إلهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيوه شاقا إن بيعاد الله لقا لي لكن بيعاد اس نبي محمد لا لقا لي مد إلهي لا لقا لي أولي قانتا وإلهي سيدا سكو شرفي بيعاد اس يدد كي قالي أجر كاسونا كبهيي وح تأويلنا ما أهان وآيادو آياد اس عدين ايسا سيدو كلا آيادا كلو قدم بيدو سيدي تمنا دا عدين ايضا ورانا ايضا فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك مركا هدي آياد آياد لغو فسري تأويل لما أران كرو آياد آياد كلا لغو فسري إلهي أستاكو هاد لي هذا الكسنا عديه تأويل ما أهن مركا تأويل كوامتك إنسان كو أسوق معنا أهراد راديو مركا سوحو أسوق أركو كو فسره الجملة الثانية جملة اللباد وحويان قوله تعالى آياد جملة اللباد قبسيدان وحويان وحيران يدو الله فوق أيديهم يدس وحكى لكوفة سرتاني رهد أنه محال لنا مركز مية سيدة اسمها وهذه أيضا أهير شيخه أيضا جملة ذهني على ظاهرها وحقيقتها ظاهر كذا أي حقيقة يديك أي كو أهاتي فإن يد الله تعالى صوبة وحي الإله يديس فوق أيدي المبايعين وحي كجرتا وحي كسر ريدا كو إله لمبايعون يا نبيك يدو ذي كسر ريدا فإن يد الله إلى يديس فوق أيدي المبايعين وعمد كسر إذا قعمها كوى بايعت مايي لأنه أحير لأن يده من صفاته صابت يد إلهي ومثل ما ميه سكم يده وهو سبحانه فوقهم إلهين إساقا حمانك هفاني فوقهم وعمد كسر على عرشي عرشي سكسوكا مرك إلهي يدي سوين كسر إذا إلهي يدي سوين كسر إذا ظاهر كوى بس إذا أصبح فكانت وحي هاتي يده إلهي يديس فوق أيديهم مثل عمه ذكى سرائد وهذا ظاهر لفظي وحقيقته سدى سويان ظاهر كآياداني حقيقة ذا وهو وجيت وحوى الأوء هاي لولجيذي لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم سلوات كي وبيعاد النبي محمد للق علي إن يتهي مبايعة لله عز وجل مثل إلهي للق علي إن يتهي إن لعات كيال لقوذي ولا يلزم كذا لما إذا منها آيادان أن تكون يد الله إن جعنت إلهي أي أهاتو أن مباشرة لأيديهم من جعمه ذا كل جناد وكسر ريدي والقود جيي إن يتاكد على الميضو ألا ترى ميادا أركين أن يقال إن إله ذو السماء فوقنا السماء وأن نقصر ريدا مع أنها مباينة لنا أيضا هدنا نقق أن وفرق وين نور دحيو مسافة وين نور دحيو أيان هدنا نرهنا وين نقصر ريدا مباينة عنا أو بعيدة عنا أيو نقفق أدنو نقفق مرك هذه مخلوق إيه بس إذا سيهاي محاذو ملاينا إذا خالق يا مخلوق فيد الله إلهي عز وجل إلهي يديسو فوق أيدي المبايعين وامد كسر ريديك هو اللبا يعتمى ينهي لرسوله رسول كيسا كعمه هو ذا أي كسر ريدي مع مباينته تعالى سوى هذا إلهي كقوان لخلقه خلقه يسئي وعلوه عليهم سوى كسر ريه وإلهي خلقه يسكو مدرنا وكسو عنيه ولا يمكن صورة قل أم أهان لأحد قف أن يفهم إنه كفهم أن المراد بقوله إلهي قولك إن لو لجي ذا يد الله فوق أيديهم إن لو لجي ذا يد النبي صلى الله عليه وسلم قف سدى كفة سري كرام ماله هذا واحد يرى هذا واحد كفة سرتين يد النبي هذا كفة سرتين ما يعني لأن يد النبي كما أنا فسرين يد الله يعني كفة سرني إلهي يدي سنمر ولي بوانا يسر أيضا ولا أن يدعي قف إنه شاكته إن قعنت النبي أن ذلك إن قعنت النبي لو لجد ظاهر اللفظ لفظي ظاهر كثيرا يتهي وفإنه شيكت أما أهان لأن الله تعالى صوبته إلهي أضاف اليد إلى نفسه يد نفسدس أتيري وصفها وحونا كتل المامي بأنها فوق أيديهم قعمه ذيني كسر أيضا ويد النبي صلى الله عليه وسلم النبي يديس عند مبايعة الصحابة مركز صحابة اللبا يعتميين لم تكن معهين فوق أيديهم قعمه ذا متكسر إذا معهين بل كان وحوها يبسطها من صافذي إليهم حقه ذا ويمسك وحو قبنجري بأيديهم قعنه ذا قبنجري كالمصافح لهم سيدي مت سلامية فيده هذا ما نبي قعنتي سمع أيديهم قعمه ذا لجرتي لا فوق أيديهم قعمه ذا متكسر إذا معهين قعمه ذا أي لجرتي مركا لو لم يجد آية ذا سيدا يقو أفسرين وأه يد الله إن لو لجيه يد النبي سداس لو لمجيه أهل السنون كما فسرين وحي كما فسرين يد الله ويد الله
إلهي استغى اسكو تيري فوق أيديهم لو حلقة وضع صح دي وأنا قصر هيدا إلهي قعنتيس وأنا قصر هيدا لكن ماشان وجيتك اللو شاقي وام حي وجيتك اللو شاقي وحي التهي إن صار الله قاضه أن شأنك يوينك مبايعة سنبي الله قال إن صار الله قاضه ولا يراد إلهي بايد هكر جوكتين أيي و عاد استغاد لقى الشيان ونبي وكما تليي مركا كما بحي كرتان لقى ما بحي كرو إسلاع يد آخر كذا لغوش يغي إنما يبايعون الله آخر كذا لغوش يغي قفكي برياهي إنو خطرك السغنيهي قفكي برياهي إنو خطرك السغنيهي مركا وحا لولجي إذا يداني ويدي إلهي مركا آيات سيدا صانكو فسيرا النابا يدو الله فوق أيديهم قعنت إلهي قعمه ذي كسر رايدا ونعم ونقسر رايدا midaasna keensan mayda in isku dhagan yihiin keensan mayda in isku dhagan yihiin sababtoo ah waxaan ilaannaa samad waa naga sareeyda oo makhluuq ah haddana masafada dheer aan noo dhaxayda anagii samad sidaas oo kale waxaan leenahay khaliq iyo makhluuq ka sii daran khaliq iyo mukhadim makhluuq iyo sida loo adeegsanayo suluubka loo adeegsanayo ee khaliq iyo ka sii fog waxaan leenahay marka aayada labada jumlad ka qabsateen labaduba dhahirkooda ayaan u deynayaan sida iyagu sheegteen ma ahan oo ah in baycada si toos ah Ilaahay loola galay waxa weeyaan dhahirkeed in Nabi Muhammad baycada la galay laakiin baycadaas Nabi Muhammad la galay waa mid sallallahu alayhi wasallam waa mid lagu matalay Ilaahay oo bayca Ilaahay la galay u dhiganta sababtoo ah nabiga Ilaahay ba soo dirsaday waa kow ujeedka baycada loo galayana waa fi sabilillahi waa labo yaan sidoo kale waa in la weynayo shaaniga baycada si aan looga bixin loona fuliyo ajarkeedan loo xisaabsado sidaasaa daahirka aayadu ta intaas aanu ku fasirin waxaana ku cadeynay bilowga aayada innal ladina yubaayicuunaka kuwa adiga kula baayactamay aaliin marka waa bal cadeeyo inay mahadna la baayactan qaybta labaadna waxa weeyaan yadullahi fawqa aydihim yadaasi waxa jiraan yadu nabiga lagu fasiraaya oo loola jeeda waxaan leenahay maya yadi ilaahay loola jeeda daahirkeedan loo deynaya fawqa aydihimna waxa loola jeeda in hayde makhluuq waa ka sareeya وكسر يا مخلوق مركا وا سداس لبدا مركا سداس دا وجوابني شوف هذه هلكاس في زو شيء اياد سي اياد لتاويليه ما اهم اي واخ كلو لتاويليه كان وجيدك شبهات كان لغا جوابستوده وحا لو لا جيداي توبر اردغ لو توبرايو انو كجواب شبهدان يو كو لميدكا او شيخ اونن شيغين انو كجوابي كرا لو تلغلا انداسي نو جوغيدا ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم احسن اليكم